بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي يا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده باذن الله هنقل لحضراتكم الجوله الثانيه عشر في الدوري الممتاز او دوري السوبر لكره السله في الدور الثاني او مباراه العوده، مباراه القمه الاهلي والزمالك. المباراه كان مقرر ليها تبقى الساعه 8 ولكن تم تاخير المباراه نصف ساعه لتكون الساعه 8:30، وهتتنقل لحضراتكم من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراة طبعا تأتي بعد توقف الدوري حوالي شهر ونص لمشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم، 31 يوم بالظبط توقف الدوري، وكان آخر جولة 3 فبراير. طبعا دي مهمة جدا المباراة لكلا الفريقين، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن مباراة القمة يعني ما بين الأهلي والزمالك بيبقى ليها حسابات أخرى، مهما كان في غيابات، مهما كان الفرق مكتملة، ولكنها تبقى ليها حسابات أخرى. النادي الأهلي بقيادة مستر أجوستي بوش الحقيقه يعني من اول الموسم في تفوق واضح الحقيقه في مباراه الزمالك، يمكن تلاقى الفرقتين ثلاث مباريات هذا الموسم، كان الفوز نصيب النادي الاهلي في الثلاث مباريات. يقود النادي الزمالك الكابتن مرعي عاصم مرعي بدايه من الموسم الحالي، احمد مرعي انا اسف عاصم هو ابنه لاعب المنتخب. كابتن احمد مرعي هو المدير الفني لفريق نادي الزمالك. طبعا قبل ما اتناول المباراه الفنيه والتحليليه لازم اروح ارحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو، الكابتن سلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. كابتن سلعاوي منورنا. اهلا بيك كابتن هيثم، وعوده حميده ان شاء الله، وتكون مباراه سعيده النهارده ان شاء الله. برحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا منورنا كابتن هيثم، واهلا بالقناه اللي بنحس فيها ان احنا في مكان مميز في وباحترافيه شديده. بيتك يا كابتن وده مكانك، وحضرتك نجم من نجوم النادي الاهلي. كابتن طاهر، يمكن مباراه النهارده اكيد مهمه للفريقين، وسؤالنا التقليدي اللي دايما بنساله في كل مباراه وبدايه كل مباراه، اهميه المباراه بالنسبه لكلا الفريقين. هو اهميه المباراه بالنسبه لكلا الفريقين تكاد تكون هي هدف واحد، ان هو يكون في مركز يؤهله للتأهيل بعد كده في دور الثمانية. نعم. إن يكون ما خدت مركز متقدم سهلت الدنيا على نفسك. هتلعب ممكن فرقة في مركز متأخر شوية، سابع تامن سادس، تبقى الدنيا أهدى معاك شوية. بالظبط. يبقى طريقك لقبل النهائي نوعا ما سهل. ده الهدف المشترك بين الأهلي وبين الزمالك. يعني والزمالك بس ممكن يكون هدفه تاني، ان لان هو طبعا بيتعثر كتير السنه دي، فهدفه هيبقى كمان ان هو يقف على رجله شويه، لان بس الزمالك داخل بمركز ثالث، يعني قصدي اقول ان الزمالك مش بعيد قوي عن الاربع مراكز الاولى، يعني برضو كلام حضرتك ده اللي ياكد كلام حضرتك انه بيسعى انه ياخد مركز من المراكز المتقدمه. بالظبط، يعني هي بيسعى ان هو يبقى في المراكز المتقدمه، مش عشان الهدف الاولاني ان هو يبقى يسهل عليه المهمه، لا، عشان يقف على رجليه، عشان في دور الثمانيه وفي النهائيات. نعم. مش هتبقى الدنيا سهله ساعه لما تلعب بيست اوف 5 وبيست اوف 3 في الاول في دور الثمانيه وبعد كده بيست اوف 5. عايز جزء كبير من الثقه. اذا هي مكاسب معنويه اكتر منها مكاسب يمكن الحصول على بطوله او ما شابه، ولكن هو مكسب معنوي زائد مكسب كمان فني، ان انت بتستعيد الثقه لفرقتك خاصه مع التوقف 31 يوم. الماتش ده كمان بيبقى حساس جدا. نعم. للاهلي والزمالك ده بالنسبه للناديين، وكمان بالنسبه للاجهزه الفنيه كمان. الاجهزه الفنيه. انما احنا طبعا بنتكلم على اساس ان احنا كلنا ثقه في فرقه النادي الاهلي. نعم. وطبعا هي مميزه خلال الموسم اللي فات كله، كان حصلت نتائج كويسه قوي، وحتى في الموسم ده برضه. نعم. كان بتعتمد على الناشئين كتير، ومع ذلك هتلاقي ماتشاتك مع الاتحاد هو ياخد ماتش انت تاخد ماتش، ومستر اوجستي عودنا باستمرار ان هو ياخد الماتشات المصيريه. نعم. يعني ماتش مصيري ماتش ترتيب بيستفاد منه بامور اخرى. ما بيبقاش
يرمي ناشئين بقى بطوله القاهره ممكن يجهز صف تاني صف تاني يدي اللعيب عايز ياخد يعني يستعد الثقه مره اخرى بيبقى ليه اهداف مش الفوز بس بالظبط باين في التشكيل ان خلاص بقت المساله داخله على 40% ناشئين صح. وهنروح للتشكيل وهنروح كمان لغيابات الفريقين النهارده بس الاول اسمع راي كابتن محمد سلعاوي كابتن المباراه النهارده اكيد مهمه زي ما كابتن طاهر رجب قال للفرقتين شايفها ازاي بالنسبه للاهلي والزمالك اول حاجه بس احنا هنقول نقطه بسيطه بس مبروك لمنتخب مصر الصعود لكاس العالم طالما احنا بنتكلم عن الكره السله يعني ودي حاجه ظاهره صحيه وجيده جدا اكيد وحاجه تسعدنا كلنا وتسعدنا المباراه هي عباره عن ديربي بين الاهلي والزمالك المباراه دي بيبقى ليها طابع خاص الزمالك بيحايز يحسن الصوره بتاعته لان هو متعسر كان في الفتره الاخيره الاهلي هدفه المنافسه على الدوري العام فبيختلف التارجت بتاع التارجت كل او الهدف لكل مدرب وكل فريق الاهلي النهارده عنده غيابات شويه وبتتمثل في خمسه مثلا لا يقل عن خمسه اثنين جايين من المنتخب مصابين وفي ثلاثه تانيين مصابين هنروح لهم بالتفصيل ان شاء الله واكيد هتبقى مريم سميح معانا من ارض الملعب وهنستضيف الدكتور وهنعرف تفصيليا اصابه كل لاعب كمان بيغيب النهارده ان شاء الله ان شاء الله لكن هي المباراه النادي الاهلي كلنا ثقه ان شاء الله هنكسب لكن الدفع بالناشئين دي ظاهره صحيه جدا وان الولاد اللي بيطلعوا من قطاع الناشئين بيثبتوا على طول جدارتهم او بيثبتوا جدارتهم لدى المدرب فبيقدر يعتمد عليهم في المباريات نعم طب كابتن يمكن النهارده زي ما في مباراه ما بين اللاعبين واكيد مباراه قمه ما بين الناديين اكيد في مباراه ما بين الاجهزه الفنيه طبعا مستر اجوستي بوش كان يعني لاعبه قدام كابتن مرعي وهو متولي مسؤوليه في فرقتين كان نادي الزمالك سابقا وبعد كده النادي الاهلي ونفس الكلام كابتن احمد مرعي كان بيتولى المسؤوليه في الاتحاد السكندري وبعد كده نادي الزمالك هم بينهم من بعض في السنتين اللي فاتوا لقاءات عديده مع بعض يمكن واضح تفوق مستر اجوستي بوش في مجمل اللقاءات ولكن ده ما يمنعش ان بيكون بينهم ديالوج او منهم يعني مباراه على خارج الخطوط شايف النهارده المباراه ازاي شايف المدربين عندهم ايه او مفاجات لبعض ازاي انا شايف ان الاثنين دارسين بعض كويس جدا الاثنين لعبوا اكتر من مباراه مع بعض احمد مرعي من المدربين المصريين اللي يشهد له الجميع بالكفاءه سواء في نادي الجزيره نادي سبورتنج نادي الاتحاد او الزمالك لكن اعتقد المره دي الزمالك مفيش القماشه اللي تساعده ان هو يحقق نتائج عاليه يعني مستر اجوستي عمل نتائج جيده جدا لما كان مدرب لنادي الزمالك وكسب افريقيا وكسب دوري ولما راح النادي الاهلي استطاع ان يحرز خمس بطولات في موسم واحد ودي ظاهره ما حصلتش من فتره من فتره بعيده وكده فدي ادت لدى جمهور السله التشوق والطمع زياده لا. ان احنا خلاص بقى ان شاء الله البطولات اللي جايه دي كلها بتاعت النادي الاهلي او هتخش دولاب النادي الاهلي لكن الاثنين مدربين قارين بعض كويس هتلاقيهم محضرين كويس جدا مش يعني ايه وما يميز الاثنين ان هم يعني ايه ادق التفاصيل بيبقوا مركزين ذاكرين بعض جيد جدا جدا اعتقد امبارح كان في محاضره فيديو عاملها مدرب وستي للعيبه قبل المران مرنوا واعتقد برضو الكابتن مرعي هتلاقي 100% برضو محضر كويس للمباراه لان هي في الاول والاخر هي مباراه بين قطبين كبيرين سواء باسكت او كوره او اي لعبه اخرى بتبقى ليها حساسيه خاصه وبتحتاج مجهود اكتر ومحتاج المكسب فيها حلو. نعم وخلينا اوضح للساده المشاهدين ده اللقاء رقم 15 الحقيقه في لقاءات الديربي ما بين الاهلي والزمالك في الالعاب الاخرى لهذا الموسم قبل هذه المباراه كانت النتيجه 14-4. كنا وضحنا لحضراتكم في استوديو التحليل لمباراة الكرة الطائرة سيدات اللي زعناها وتشرفنا من أهلها مباشرة لحضراتكم النهاردة ده اللقاء رقم 15 على مستوى الفرق رجال وسيدات يعني 19 يعني نتيجة 14-4 النهاردة ده إن شاء الله يكون المكسب 15 للنادي الأهلي تبقى النتيجة 15-4 بإذن الله يعني في التوتال كله 19 لقاء أو مواجهة اللي عايز اوضحه كمان وهو ان المباراه النهارده الفرقتين بيعاني من بعض الغيابات سواء في نادي الزمالك او نادي الاهلي يمكن نادي الاهلي غياباته اكتر شويه لانه لعيبه المنتخب اللي كانت مشاركه في اتنين رجعوا من المنتخب مصابين وهنجيب لحضراتكم بالتفصيل وكمان هنجيبها لكم من ارض الملعب بوضح لساده المشاهدين كمان المباراه كان المفروض تنطلق الساعه 8 ولكن تم تاخيرها لظروف البث عشان تبقى الساعه 8:30 باذن الله في تمام يعني ممكن تبقى بدري 5 دقائق 10 دقائق يعني على حسب البث التلفزيوني طيب اروح لضيوفي يمكن كابتن طاهر محتاجين اكيد نستعرض مع الساده المشاهدين
بعض المعلومات عن الفرقتين. يعني نبتدي بالجهاز الفني طبعا للنادي الاهلي، لو حضرتك يعني تتفضل يعني تقول اسامي الجهاز الفني لسله الاهلي. الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا اسباني اوجستي بوش هو المدير الفني، كابتن احمد الجرحي مدرب عام، كابتن رامي الدياصي مدرب، كابتن طارق الغنام المدير الاداري، الدكتور وليد الخراط الاداري، كابتن محمد الشيحي مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي العلاج الطبيعي، الدكتور محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي التغذيه، كابتن علاء لطفي المحلل الفني، كابتن محمد عيسى اخصائي التدليك والمساج. حامد الكاس مهمات. وفي معاهم الكابتن محمود فهمي كتصوير وتقطيع. كابتن محمود فهمي مسؤول التصوير والفيديو بالنسبه للفريق، وطبعا الفريق بيصور كل مبارياته وبتقطع هذه المباريات فيديو عشان تتعرض على اللاعبين اثناء المحاضرات. كابتن سلعاوي اجي لحضرتك، محتاجين يعني نستعرض قائمه النادي الاهلي وغيابات اللي حضرتك طبعا عارفها من قبل المباراه، حتى طبعا نجيب اخر يعني لاست ابديت زي ما بيقولوا او اخر تعديل من ارض الملعب. فاستاذن حضرتك استعرض. عمرو علاء زهران رقم الفانيلا زيرو، مؤمن طارق خير 2، عمرو عزب 3، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، كريم حاتم 10، وولتر هودج 15، احمد اسماعيل 21، علي وحيد ومحمد طارق خيري. كده دول 11 لاعب. انا شايف علي وحيد لاعب 20 سنه تم استدعائه. فكده معنى محمد طارق خيري لاعب 18 سنه. محمد طارق خيري اسف طبعا كان بعده. ده اثنين لاعبين من اهم الاسماء اللي بعد كده. كريم حاتم 18 سنه. وكريم حاتم 18 سنه، يعني النهارده هيلعب مستر اجوستي بثلاث لاعبين تحت 18 سنه، كريم حاتم وعلي وحيد محمد طارق خيري. طب الاصابات يا كابتن، يعني حضرتك عندك فكره من الاصابات؟ ايهاب امين مصاب في قصب في القصبه الاماميه في رجله. ودي من الاصابات اللي ما لعبتوش المنتخب. المنتخب الاخير الماتش الاخير بتاع جنوب السودان. جنوب السودان عمر طارق عنده الضمه. نعم. ابو النصر اتصاب في التمرينه بتاعت اول امبارح باخر دقيقه في التمرينه بالتواء في مفصل الكاحل. الكاحل سبرين انكل تبعه. بيدو مصاب برضه في السمانه بتاعت عبد الله نصر، وده لاعب تحت 20 سنه. سمانه برضه كده. ومهيب اعتقد ان ده اصابته في العضله الاماميه برضه. دول الخمسه اللي تاكد غيابهم يا كابتن. ده متاكد 100%. ايهاب امين، عمر طارق، ابو النصر، عبد الله ناصر، ومهيب. والخمسه الحقيقه من اعمده الفريق طبعا زي ما حضراتكم شايفين. وده استدعى على طول زي ما استعرضنا مع حضراتكم القائمه، يتم تصعيد محمد طارق خيري اللي هو بيلعب مع الفرقه اصلا ولكن ما بيشاركش بانتظام، لسه صغير الولد ولكن 18 سنه هيلعب النهارده بشكل كبير. علي وحيد تم استدعائه، يمكن دي اول مباراه قمه لعلي وحيد يلعبها تحت 20. وكريم حاتم تحت 18 ايضا. كريم حاتم بالمناسبه تم استدعائه في معسكر المنتخب الماضي والراجل ادى اداء كويس الولد، يعني كريم حاتم من احسن صناع اللعب في سنه، واتصور ان شاء الله في وقت من الاوقات هيكون بوينت جارد رقم واحد في النادي الاهلي ومصر كمان. طيب خلينا نروح يا كابتن، اكيد يعني لقاءات الاهلي والزمالك هذا الموسم كابتن سلعاوي يمكن محتاجين نستعرضها مع الساده المشاهدين عشان نبين. احنا قلنا ان ثلاث لقاءات انتهت بالفوز، وهنوضح لحضراتكم الفوز كان ماشي ازاي او السكور كان ماشي ازاي. استاذ حضرتك كابتن سلعاوي اتفضل. نص يعني ذهاب نصف الدوري المرتبط، الاهلي 71 الزمالك 64. نعم. اياب المباراه دي برضو كان الاهلي 66 والزمالك 63. ده والجوله الخامسه كان 93-65. دي كانت اكبر نتيجه يا كابتن. يمكن يعني حوالي 27 نقطه كانت خسارة نادي الزمالك. في الدور الاولاني ده مباراه الذهاب اللي احنا لعبها النهارده. دي مباراه العوده. الذهاب خلصت 92-75 بفارق 27 نقطه، وفارق كبير جدا، وكان على ملعب نادي الزمالك. طب كابتن سلاوي، يعني احنا سامعين برضو اخبار قبل ما ننتقل لمشوار الفريقين، سامعين اخبار برضو النادي الزمالك هناك بعض الغيابات. عند حضرتك فكره مين؟ هو طبعا الغياب الاساسي او المهم بالنسبه لنادي الزمالك هو مصطفى كيجي. نعم.
لانه اعتقد فسخ عقده وهيلعب في قطر اعتقد. هو مضى خلاص لعب الشمال. لعب النهارده وخد احسن لعيب في المباراه. لعب النهارده وخد احسن لاعب. لعب في نادي الشمال القطري. وشفنا صور ليه هو بعد ما وقع لهذا. يعني هو فسخ عقده وطلب فسخ عقده مع نادي الزمالك نتيجه التاخر الدفعات تقريبا. وبعد كده الاتحاد اداله كليرنس، الاتحاد المصري لكره السله، لان في عقد او بند بيخليك بيحتم على هذا بيحتم بيحتم على الانديه تسدد ده. وانا شايف كمان احصائياته النهارده اهي، احصائيات مصطفى في خد ام في بي في مباراته النهارده فريق الشمال القطري، ويعني لعب 27 دقيقه وحط 20 نقطه او حط 19 نقطه اسف و20 ريباوند، لا يعني وعمل 5 اسيست. ارقام جيده لمصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك في مع فريقه الجديده فريق شمال. ده اول غياب لنادي الزمالك. الغياب الثاني مين او الغيابات الثانيه؟ ما اعتقدش في اللي هو الولد اللي كان عامل صليبي اللي لسه راجع مهاب ياسر. يمكن ما شاركش حتى الان اللي اعرفه. مهاب ياسر طبعا لاعب منتخب مهاب ياسر اصلا مسافر. كان ما هو كان عنده صليبي وكان بيتعالج. كان مسافر قطر بيتعالج في المركز ورجع وشارك في التدريبات الجماعيه اللي اعرفه، ولكن ما شاركش في ولا مباراه حتى الان. فالنهارده في كلام انه هيلعب وفي كلام مش هيلعب، محدش عارف. بس هو ايا كان دي هتبقى اول مباراه لمهاب ياسر بعد اصابته. طبعا نتمنى الشفاء لكل اللاعبين. الزمالك هيعتمد على كميه كبيره من الناشئين يعني. بس المحترف سمعت برضه محترف نادي الزمالك انه سافر ومشي وبعد كده رجع. انا عرفت انه رجع مصر. رجع مصر. اعتقد ان هو رجع واحتمال كبير يلعب النهارده. يعني احنا التاكيدات ما ايوه ما هو ما عندناش تفصيلات هتيجي من ارض الملعب، عشان كده احنا بنعمل التغطيه الحصريه دي. ليه؟ عشان في ارض الملعب هنشوف اللعيبه بتسخن، مين اللي في السكور، هنجيب صوره من السكور شيت اللي في الملعب فهنعرف. هو اللي انا سمعت برضه ان هو لغايه امبارح ما كانش جه، بس ما اعرفش انت متاكد. لا هو جه مصر، ولكن ما يعني لسه برضه مشكله مستحقاته وبتاع، ولكن هو في نسبه كبيره ممكن يلعب النهارده. ما اعرفش اتحلت ولا ما اتحلتش. فهو مهاب ياسر والمشاكل كلها في العود. المحترف ومهاب ياسر الموضوع معلق، هنعرفه جوه الملعب، لان طبعا دي بتبقى يعني اسرار فرق ما بيقولوش فيه يعني. ما بيعلنش. حتى مستر اجوستي رفض يقول مين اللي مش هيلعب قبل لغايه امبارح. يعني احنا عرفنا قبل ممكن المباراه. ممكن يفاجئنا في حاجات. ممكن لعيبه ثانيه تلعب او ما تلعبش. يفاجئنا في التشكيل. نعم. بتاع الاهلي ممكن يطلع ناس ناشئين تانيين اعتقد، لانهم كانوا مشاركين في التمارين اللي فاتت دي كلها. صحيح. طب كابتن طاهر، يعني النادي الاهلي لعب كان ليه مشوار طويل، يعني ما هنجيب لحضراتكم الجوله اللي احنا فيها اللي هو الثمانيه الكبار او دوري السوبر. لعب 11 جوله، وهنستعرض مع حضراتكم مشوار النادي الاهلي. لعب عمل ايه في ال 11 جوله؟ طبعا مش محتاج اقول لحضراتكم، اكيد حضراتكم متابعين انه فاز في كل المباريات، حتى مباراة الاتحاد السكندري اللي كان في صالة الأمير عبد الله الفيصل فاز بيها. ولكن المشوار هنستعرضه مع حضراتكم قدام حضراتكم على الشاشة. كابتن طاهر أستأذن سيادتك، المشوار النادي الأهلي في الترتيب. الأهلي الجولة الأولى لعب مع طلائع الجيش وكانت النتيجة 74-61. الجولة الثانية لعب مع المصرية للاتصالات، الاهلي كسب ده على ملعب طبعا المصريه للاتصالات 85-57 للاهلي. الجوله الثالثه على ملعب الاهلي 78 مع مصر التامين 53 فاز بيها برضه. الجوله الرابعه الاهلي مع سموحه 81 على ملعب الاهلي 59 سموحه. نعم. الجوله الخامسه مع الزمالك 65 الاهلي 92، وكانت المباراه على صاله نادي الزمالك اللي فرق سكور واسع. الجوله السادسه كانت مع الجزيره على ملعب الجزيره، والاهلي قدر ان هو يفوز ب 83 نقطه لصالحه و 76 نقطه لصالحه. 67 الجزيره. تمام. 67 جزيرة. الجولة السابعة الأهلي مع الاتحاد السكندري المنافس العتيد معاه، وقدر الأهلي على صالة عبد الله الفيصل إنه يفوز 77-72 لصالح الاتحاد السكندري. نعم. الجولة الثامنة طلائع الجيش على ملعب طلائع الجيش مع الأهلي، الأهلي 103 فاز على طلائع الجيش 80. الجولة التاسعة الاهلي لعب مع المصريه للاتصالات على صاله النادي الاهلي، وقدر يفوز 84-84
40 سكور. نعم. فرق كبير برضه، ده اكبر فرق يمكن عمله النادي الاهلي في اي مباراه 40 في الدور ده. يعني الجوله العاشره مع مصر التامين على ملعب مصر التامين، والاهلي قدر يفوز 79-51. الجوله ال11 كانت مع سموحه في الاسكندريه، وقدر الاهلي ان هو يفوز بالمباراه 74 نقطه لصالح الاهلي 54 لسموحه. اذا دي كانت الجوله ال11، والنهارده باذن الله هتقام الجوله ال12، مباراه اليوم الاهلي والزمالك. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا يعني مشوار الحقيقه 11 مباراه فوز من كل المباريات، وده بياكد قد ايه فرقتنا الحمد لله بتقف على ارض صلبه، خاصه ان فرقتنا السنه دي هتشارك في الباسكت بول افريكان ليج او بطوله الانديه الافريقيه، واللي هتلعب تصفياتها في 26 ابريل على مجمع دكتور حسن مصطفى ان شاء الله، وبعديها باذن الله هيتاهل 4 فرق من 6 للنهائيات في رواندا. كابتن سلاوي اجل حضرتك، محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين مشوار نادي الزمالك في نفس الدور. طب نادي الزمالك جاي في المركز الثالث، ولكن يعني تلقى بعض الخسائر، فمحتاجين نستعرض مع سيادتك. اول مباراه في الجوله الاولانيه كان الزمالك وسموحه، الزمالك كسب 74-65. الجوله الثانيه الزمالك كان بيلعب مع الجزيره كسب 85-78. نعم. الجوله الثالثه كان بيلعب مع طلائع الجيش كسب 89-75. الجوله الرابعه الزمالك والتامين كسب الزمالك 83-60. الجوله الخامسه كسب الزمالك، خسر الزمالك من الاهلي 92-65. الجوله السادسه وكانت مع الاتحاد السكندري خسر 95-71. يعني هنا النادي الزمالك خسر بس من الاهلي ومن الاتحاد، مظبوط؟ مباريتين. ودي برضو حاجه يعني تدل برضو الزمالك فرقه، يعني طبعاً. يعني النهارده الزمالك بيتلقى الخساره من الاهلي والاتحاد اول وثاني الدوري او دايما طرف النهائي في اي بطوله، فالنهارده نادي الزمالك عشان الناس بتقول لا الفريق، لا المباراه النهارده مباراه قويه ومباراه فنيه فيها فنيه قويه الاسباب، لان الخمسه الغيابات اللي في النادي الاهلي دولت هيحل مكانهم خمسه ناشئين، فالخمسه الناشئين ما لعبوش درجه اولى، لكن مهما يكن لعيب في نادي الزمالك لعيب مسجل درجة أولى هتبقى غير لعيب ناشئ طالع لدرجة أولى. نعم. نعم. فهو يعني واضح إن يعني إن برضه يعني وبعدين خمسة يمثلوا فرقة زي ما الكابتن طاهر بيقول. يعني طب كابتن خمسة. يعني أنت لو مكان مستر أجوست بوش النهاردة وكان عندك توقف 31 يوم ولعيبة من المنتخب كانت مشاركة وبعد كده رجعوا واتمرنت لك أسبوع، النهاردة ممكن تلعب إزاي؟ هل ممكن تلعب ضاغط بطول الملعب؟ هل محتاج تلعب زون ديفنس؟ محتاج تقرأ الفرقة الأول؟ لأن يعني طبعًا 31 يوم فتره كتير. طبعا بالظبط طبعا. فشايف النهارده مستر اجوست بوش ممكن يبتدي ازاي يا كابتن؟ اعتقد ان هو كان عامل برنامج كويس جدا، لان انا والكابتن طاهر متابعين التمارين وكده، فاعتقد ان كان عامل يعني ادى مرن على طول بعد ما الدوري خلص، ثاني يوم مرن وبعدين ادى فتره راحه وبعدين بدا تمارين تاني، جمع كل الاولاد الصغيرين الناشئين اللي مترشحين ان هو يتمرن مع الدرجه الاولى. اعتقد ان المباراه النهارده هتبقى ليها حسابات معينه عنده، اعتقد ان ما اقدرش لو كم الناشئين دولت ما اقدرش اجازف ان انا دفاع من اول الملعب وكده، تبقى مقفل شويه علشان العنصر الخبره اللي موجود في الكبار يقدر يساعد الصغيرين، ما تبقاش الدنيا مفتوحه شويه. النهارده كمان يمكن غياب عمر طارق كمان يعني فرده خمسه، النهارده عندك احمد اسماعيل، عندك سيف سمير، برضه عندك تحت الحلقه انسايد جيم يمكن افضل من نادي الزمالك شويه. فانت اكيد ده محتاج تستغله سواء دفاعا او هجوم بالرغم من غياب عمر طارق. يعني اصل اقول ان طبعا عمر طارق غيابه مؤثر جدا، وبيدو طبعا. كمان بيدو وعبد الله ناصر، يعني هو برضو النادي الاهلي اي عنصر بيبقى مهم عدم وجوده، وابو النصر يعني اي عنصر مش موجود بتبقى ايهاب امين طبعا. انا قصدي اقول ان احنا تحت الحلقه برضو بالرغم من الغيابات احنا افضل، يعني افضل النهارده غياب كيجو وسفر اعتقد افضل في كل الخطوط. نعم يعني افضل في كل هي النقطه الوحيده بس العزيمه والاصرار على مين عايز يكسب. صحيح، واللي اعصابه اهدى كمان كابتن طاهر. يمكن نادي الزمالك عنده مشكله، يمكن دي لقطات اهي يا جماعه من الساده المشاهدين من ارض الملعب، تسخين والاحماء زي ما حضراتكم شايفين، المباراه تقام بدون جمهور، حضور المباراه للليسته اللي بتتبعت لاتحاد كره السله دخول. طبعا النادي الاهلي على اليمين، نادي الزمالك على الشمال، وبداوا الاحماء بالظبط قبل اللقاء بنص ساعه. هو دايما احماء كره السله 30-35 دقيقه زي ما حضراتكم شايفين، سيطره على الصاله بشكل كبير، ما فيش اي حد زي ما حضراتكم شايفين في المدرجات، التزام تام بتعليمات
الاتحاد المصري لكرة السلة، وفي نفس الوقت وجود طبعا يعني أفراد الأمن جوه النادي الأهلي بالسترات الفوسفور اللي حضراتكم شايفينها لتنظيم طبعا دخول الفريقين وما شابه ذلك. فهتلاقي النادي الأهلي دايما مبارياته على صالته بتتم بكل يعني أريحية، وما فيش أي ضغوط على الفريق اللي بيتم استضافته، ولا حتى النادي الأهلي الأمور بتمشي بشكل جيد جدا. يعني النادي الأهلي طبعا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم التوقف 31 يوم فترة طويلة ليست بقصيرة، ولكن مستر أجوستي بوش عودنا دايما أن التوقفات بيستغلها بشكل جيد. ده مش أول توقف يحصل، كان في كذا ويندوز قبل كده اتعملت منتخب مصر وتم توقف الدوري، ولكن طبعا يعني استغل هذه الفترة جيدا. عايز بس أشير لحاجة بعد إذن ضيوفي، يعني عمر عزب، يمكن ده عمر عزب يعني تعرض السنة دي لإصابة، عمل عملية الزايدة، غاب شوية عن المباريات، ولكن النهاردة عودته أنا سامع أنه بيتمرن كويس جدا وفورمة كويسة. يعني أنا شايف عمر عزب بيسخن كمان، هو تالت واحد من هناك. في ولد جديد اسمه عمرو عماد. عمرو عماد من 20 سنة كابتن مش كده؟ ده كابتن طاهر اللي جاب السيد. بيسخن في المعركة. ابن الدكتور عماد. بيسخن في الفرقة. بيسخن في الفرقة. بيتمرن سنتر خمسية. سنتر خمسية. طب خلينا نعد كده. اللي هو لابس أحمر، لابس سرنج أحمر يعني. طب خلينا نعد كده كام لاعب في أرض الملعب، يعني 2 4 6 8 10 12 12 دول ال 12 اللي في الملعب لعبوا كابتن. يعني احنا ممكن نشوفهم من هنا، عمرو زهران، عمرو الجندي، سيف سمير، سيف سمير، عزب. طب بص يا كابتن لما يطلعوا قدام عمر عماد، عمر عماد مش كده؟ وولتر وودج هناك خالص. طب هو علي وحيد خيري. موجود علي وحيد مش موجود؟ علي وحيد بره. يبقى علي وحيد مش موجود، عمر عماد اللي موجود صح؟ عشان يعوض غياب عمر طارق. اللي لابس تريننج احمر مش لا واضح حتى اليونيفورم بتاعه بتاع الشباب مش اليونيفورم بتاع الفريق الاول، فهو مميز لابس التريننج احمر كامل، الفرقه كلها لابسه التيشيرت الاسود بتاع التسخين، فعشان كده باين. احمد اسماعيل في الملعب، سيف سمير في الملعب، وولتر هودج في الملعب، ده محمد خيري اهو، مؤمن طارق، ده كريم حاتم، مؤمن برضو موجود، عمرو زهران. بتهيألي خلاص 12 موجودين. هو الاختلاف الوحيد يا كابتن الغيابات اللي حضرتك قلتها سمحان، هي يعني مروان سرحان موجود، مروان سرحان موجود، مروان سرحان موجود، موجود مروان سرحان، هو موجود في السكور اللي كان معانا قبل الماتش. فطبعا كده احنا بتهيألي السكور كده او الفرقه واضح، عندنا عمرو زهران، محمد خيري، طارق، مؤمن خيري، عمرو الجندي، عندك سيف سمير، عندك كريم حاتم، وعمر عماد، وعندك شكرا كودا كلوز، هي على الفرقه اهي كده. احنا شايفين الفرقه كويس قوي يا كابتن، يعني خدها من علي وحيد في الارض، علي موجود، علي. طب هم كده كام؟ 2 4 6 8 10 12 علي كمان هيلعب. يعني كده في 2 بقى صغيرين يا كابتن. لا في 2 من 20 و2 من 18. لا يعني قصدي اقول لك ان كده علي وحيد معاه عمر عماد، علي وحيد وعمر عماد ومحمد خيري ومؤمن طارق خيري، لا وكريم حاتم، وكريم حاتم يبقى خمسة من الناشئين في الاصل 12 لاعب النهارده في تشكيل الفريق، 2 من 18 و3 من 20. نعم، يبقى كده احنا واضح كده التشكيل بتاع النادي الاهلي. المفاجاه لينا بالنسبه لنا هو عمر وحيد، بس عمر وحيد دخل مكان مين هنا؟ اللي احنا قلناهم في اول احنا اللي قلناهم الاول كانوا 11 يا كابتن. هم كلهم هنا، هو ما فيش، احنا اللي قلناهم في الاول 11، فكده عمر عماد صح، هو عمر عماد هو ال 12، ويبقى كده نفس اللي احنا قلناهم ما عدا عمر عماد زياده، يبقى في خمسه يا جماعه، خمسه كده، خمسه. ودي ميزه التغطيه، وان احنا بننقل لحضراتكم لقطات قبل المباراه بنقول لكم التشكيل كده، في خمسه من ناشئين النادي الاهلي هنقولهم تاني، عمر عماد، عندك كمان محمد طارق خيري، علي وحيد، كريم حاتم، مؤمن خيري يعتبر حتى اللحظه هو بيلعب تحت 20 سنه في النادي الاهلي. فطبعا كده بالنسبه لنادي الزمالك الحقيقه انا يعني مش قادر احدد قوي برضو الصوره بعيده، هل اللعيب المحترف موجود في الملعب ولا لا، مش شايف قوي، هل مهاب ياسر لو عملنا كلوز كمان على الشاشه اكتر، بس انا مش شايف المحترف يا كابتن في الملعب، انا مش شايف محترف نادي الزمالك في التسخين، لو حضراتكم شايفينه قولوا لي. انا مش شايفه، ما جاش مش موجود كده. النادي الاهلي، نادي الزمالك هيلعب بدون المحترف. انا قلت لك لغايه امبارح معلومات انه ما وصلش، ماشي، ممكن يكون وصل وما لعبش، انا شايف، او مش هيلعب او ما وصلش، ماشي، يعني ايا كان احنا لينا النتيجه انه اللاعب الامريكي المحترف بصفه نادي الزمالك مش متواجد. انا شايف مهاب ياسر بيسخن يا كابتن. انا بتهيالي ده مهاب ياسر ولا انا غلطان؟ معلش هيجي لنا، بص يعني هنجيب لكم الاسامي فرقه نادي الزمالك بالكامل، بس اللي اكيد من الصوره اللي شايفينها غياب محترف نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده مش هيلعب بالاجنبي المحترف في صفوفه. طيب وزي ما حضراتكم شايفين برضو يعني لعيبه الاهلي والزمالك بيسلموا على بعض في الاول والاخر، هم لعيبه منتخب،
طيب كابتن النهارده يعني كابتن طاهر لو حضرتك مكان بقى كابتن احمد مرعي يعني كابتن سلعاوي قال انه لو كان مكان مستر اجوستي بوش هبقى مقفل مش هاخد ثقه مش هلعب ملعب مفتوح يعني الحاجات دي كلها لغايه ما اقرا الفرقه اللي قدام ولكن النهارده حضرتك لو مكان كابتن احمد مرعي في وقت بيغيب عنك هداف الفريق اللي هو اللاعب الامريكي عندك غيابات السنتر الاساسي مش موجود عندك لعيبه يمكن لسه صغيرين هتعمل ايه مكان كابتن احمد مرعي هو طبعا هو كابتن احمد مرعي مشهور طبعا بالديفنس هو يعني بيحب الدفاع جدا وهو اصلا الديفنس بالنسبه لكل المدربين هو مفتاح الباكس وعشان كده هو من احسن مدربين المصريين هو فعلا كان يعني معظم انجازاته نتيجه تركيزه على الديفنس بصوره قويه نعم فانا اعتقد ان هو هيلجا رغم ان كل مقام المقال بص يا كابتن كده الكلوز على فرقه الزمالك يعني انا مهاب مش موجود برضه مهاب مش موجود مش موجود مهاب حتى الان انا مش شايفه يعني فرقه الزمالك كامله ما عدا مهاب والمحترف طيب خلينا نروح لارض الملعب ويعني نجيب بقى طبعا اللاست ابديت لكل الاجواء والاستعدادات وقائمه الاهلي وقائمه الزمالك النهائيه خلينا نروح لمريم سميح مراسلتنا وزميلتنا من ارض الملعب اتفضل يا مريم برحب بيك يا كابتن هيثم برحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سلعوي وكابتن طاهر رجب طبعا نجوم النادي الاهلي وبرحب بكل طبعا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان جوله جديده من استوديو الابطال وطبعا اكيد يعني الجوله ال 12 من دوري السوبر ما بين الاهلي والزمالك وهي المباراه الاولى عقب استئناف طبعا دوري السوبر بعد التوقف الدولي طبعا بسبب يعني مشاركه لاعبتنا مع المنتخب في تصفيات كاس العالم الحقيقه يعني خليني اخد من فكره المنتخب ومن فكره عوده طبعا لاعبي المنتخب واللي كان بيشارك منهم اربعه من صفوف النادي الاهلي في المنتخب المصري والحقيقه يعني شفنا اداء كبير جدا ليهم خصوصا عمرو الجندي طبعا كان مشارك طبعا من صفوف النادي الاهلي عمرو الجندي عمر طارق ايهاب امين وسيف سمير الحقيقه ان هم عادوا يوم الجمعه الماضي والحقيقه ان هم انضموا للتدريبات الجمعيه مع الفريق منذ يوم الجمعه وحتى اليوم بيتدربوا مع الفريق بشكل مستمر ومتكامل طبعا علشان مباراة اليوم ده طبعا يعني بغض النظر عن الإصابات اللي موجودة وأولها طبعا عمر طارق اللي مش هيكون موجود النهاردة في المباراة خلينا نتكلم يعني يمكن احنا عارفين ان النهاردة نادي الأهلي داخل بمعنويات مرتفعة طبعا أكيد لمستر أوجوستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي معنويات مرتفعة لأن الحقيقة ان تلت لقاءات اللي تقابل فيها النادي الأهلي مع النادي الزمالك قدر ان هو يكتسح والحقيقة ان يعني يمكن في الجولة الخمسة من الدور الترتيبي من دوري السوبر كان الاكتساح ب 27 نقطة طبعا زي ما احنا تابعنا خلال الفترة الماضية او خلال هذه المباراة قدر ان هو يعني يسيطر على مجريات المباراة وقدر ان هو يفوز بنتيجة 92-65 اكيد 27 بوينت ما كانتش قليلة خالص على نادي الزمالك كمان يمكن نادي الاهلي كسب في جميع الجولات الماضية طبعا في ال 11 جولة بالعلامة الكاملة اكيد زي ما احنا تابعنا خلال الفترة الماضية ولكن على الجانب الاخر نادي الزمالك خسران ثلاث جولات طبعا في الجوله الخامسه زي ما انا ذكرت امام النادي الاهلي وفي الجوله السادسه من الاتحاد وايضا في الجوله السابعه من المصريه للاتصالات. خلينا نتكلم النهارده يمكن بنرفع شعار الاهلي بمن حضر مش بيترفع بس طبعا يا كابتن هيثم لكره القدم او الفريق الاول لكره القدم بنرفعه في كل الالعاب الاخرى النهارده الاهلي بمن حضر لان احنا عندنا الحقيقه عدد كبير من الغيابات خمس غيابات تاكد يعني غيابها عن صفوف الفريق النهارده طبعا يعني محمد ابو النصر ايهاب امين عمر طارق احمد مهيب وعبد الله ناصر بيدو الحقيقه ان هم مش موجودين في السكور النهارده ولكن زي ما انا بقول ان الاهلي بمن حضر النهارده ان شاء الله نشوف مباراه كبيره طبعا بغض النظر عن مين اللي هيكون مشارك في السكور وبغض النظر عن هذه الاصابات ان شاء الله بنتمنى لهم يعني الشفاء خلال الفتره المقبله وان هم ينضموا مره ثانيه لصفوف طبعا فريق السله وان احنا نشوفهم باتم سلامه ان شاء الله خليني بقى يعني اتكلم عن غيابات نادي الزمالك يمكن اكيد في ثلاث غيابات تاكد غيابها حتى الان ويعني المباراه يمكن هناك يعني بعض من التكتم يا كابتن هيثم من الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك عن فكره تحديدا يعني مهاب ياسر عقب طبعا شفائه من الرباط الصليبي ولكن الحقيقه ان احنا يعني هم مش موضحين اذا كان هو هيكون موجود النهارده ولا ولكن حتى هذه اللحظات هو لم يشارك في عمليات الاحماء الموجوده ولكن يعني كان وبيقولوا ان هو
يمكن بنسبة كبيرة جدا ان هو يكون موجود في المباراة، ولكن الحقيقة يمكن حتى الآن تأكد غيابه وعدم مشاركته في المباراة. أيضا يعني عبد الرحمن سعد برضو بيعاني من إصابة، مش هيكون موجود النهاردة في السكور. مصطفى كيجو طبعا يعني يمكن زي ما انت ذكرت يا كابتن هيثم امبارح طبعا في الحلقة الخاصة بالأبطال، أكيد طبعا يعني احنا عارفين، ولكن أنا حابة أفكر تاني كل مشاهدي قناة الأهلي إن هو كان ليه مستحقات طبعا عند نادي الزمالك ولم يتم الحصول عليها لفترة طويلة، وهو ده اللي خلاه يعني يمكن يفسخ التعاقد عقب الشكوى اللي قدمها طبعا وينضم لنادي الشمال القطري. ايضا المحترف الامريكي او جي مايو برضو مش هيكون موجود النهارده في صفوف الفريق. يمكن دي الاربع الاصابات او الاربع غيابات، ثلاثه طبعا اصابات، وايضا يعني يمكن القصه البارزه او الخاصه بطبعا مصطفى كيجو عقب فسخ التعاقد. خليني بقى انقل لك يعني يمكن الاجواء سريعا قبل ما اختم كلامي. الحقيقه ان الفريقين سواء الاهلي او الزمالك كانوا موجودين منذ حوالي السابعة مساء. حقيقة كان في تدريب هنا لطبعا رجال الماسترز أو الفريق الأول للكرة الطايرة رجال للنادي الأهلي، كانوا موجودين هنا بيتدربوا على صالة الأمير عبد الله الفيصل. أول ما انتهوا من هذا طبعا المران، الحقيقة إن يعني يمكن كان في انتظارهم لاعبي السلة سواء فريق النادي الأهلي أو فريق نادي الزمالك، وقاموا طبعا بدخول الصالة، ويعني يمكن كان في عمليات إحماء خفيفة منذ الساعة السابعة مساء. والحقيقة إن عمليات الإحماء دي كانت يعني متتالية، أو الحقيقة إن هي يعني زادت لحظة بلحظة عقب طبعا يعني اقتراب موعد المباراة. الحقيقة إن لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الزمالك كانوا متواجدين منذ الساعة السابعة مساء وبدأوا في عمليات الإحماء، ويعني يمكن شفنا برضو قبل يعني قبل ما هم يكونوا موجودين هم الاثنين، شفنا يعني سواء خارج الصالة أو داخل الصالة الحقيقة كان في لفتة طيبة جدا، كانوا بيسلموا على بعض بشكل الحقيقة كله ود يعني وروح رياضية، وخاصة طبعا مستر أوجستي بوش الحقيقة ان هو راح بنفسه داخل أرض الملعب وسلم على كل لاعبي نادي الزمالك فرد فرد أو لاعب لاعب، ده طبعا بشكل أو طبعا يعني صورة متعودين عليها من النادي الأهلي، وكل اللي موجودين في النادي الأهلي كل فرد في منظومة النادي الأهلي دايما متعود ان هو تكون هي دي أخلاقه وتكون هي دي مبادئه، ان هو يكون موجود بيسلم على فرد فرد داخل أرض الملعب. والحقيقة ان في محاضرة أخيرة دلوقتي يمكن احنا قبل ما نطلع بداية كابتن هيثم، يمكن كان لاعبي النادي الأهلي كانوا موجودين للقيام بعمليات الإحماء الأخيرة، يعني يمكن خلاص أقل من نصف ساعة بتفصلنا عن بداية هذه المباراة. الحقيقة إن مستر أوجستي بوش يعني استدعى كل لاعبي النادي الأهلي، وفي محاضرة أخيرة طبعا النهاردة أو يعني منذ قليل بدأت قبل طبعا بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء. خلينا أقول إن كان في عمليات تدريب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انضمام طبعا نجوم المنتخب زي ما أنا قلت في البداية، كانت يعني تمرينات عادية، الفريق ما دخلش فيه معسكر مغلق. يعني يمكن مستر أوجستي بوش ما بيحبش ان هو يدخل في معسكرات مغلقة في هذه المباريات او المباريات العادية في الدور الترتيبي، علشان كده كانت عمليات طبعا التدريبات كانت بشكل طبيعي ومستمر خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ يوم الجمعة الماضي طبعا تدريبات لم تتوقف منذ انضمام طبعا لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في صفوف المنتخب. يمكن دي كانت كل الاجواء اللي موجوده من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. يا كابتن هيثم بشكرك جدا، ان شاء الله نكون موجودين معاك طبعا عقب نهايه هذه المباراه وفوز النادي الاهلي ان شاء الله، ويكون لينا عدد من اللقاءات كمان مع سواء الجهاز الفني او الاداري او اللعيبه، عشان كمان نطمن على الاصابات اللي موجوده في صفوف الفريق، ونشوف يمكن هيستغرقوا قد ايه كمان خلال الايام المقبله علشان ينضموا مره اخرى للتدريبات الجماعيه والمباريات المقبله ان شاء الله. مريم معلش، يمكن لو يعني قبل ما يعني اختم معاكي عايزه اسال عن الجماهير، هل في حضور مثلا من لسته معينه حضرت من النادي الاهلي وبالتالي لسته من نادي الزمالك، هل في حضور في المقصوره؟ يعني كلميني عن الاجواء، لان في الجزء من المدرجات اللي ناحيه الكاميرات احنا نشوف كويس، هل انت في الملعب شايفه حضور؟ هل في تواجد في المقصوره؟ يعني كلميني عن الحته دي. الحقيقة كابتن هيثم يمكن حضور جماهيري، ليس هناك حضور جماهيري، ولكن طبعا زي ما احنا عارفين القائمة الخاصة بكل فريق 25 من نادي الأهلي 25 من نادي الزمالك، طبعا يعني يمكن بدأ توافد منذ قليل لطبعا يعني عائلات لاعبي الفريق
الاهلي او الزمالك. الحقيقه ان في وجود من عائلات اللعيبه المقصوره ايضا يمكن فيها يعني يمكن اول الحضور كان كابتن ميدو مصلحي المدير الفني الخاص بطبعا يعني الفريق الاول للكره الطايره رجال. ولكن الحقيقه ان احنا زي ما احنا متعودين او شفنا خلال الفترات الماضيه كابتن هيثم مجلس الاداره مهتم جدا خلال الفتره دي الحقيقه بكل الالعاب الاخرى، بيكون موجود حضور طبعا سواء من نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيد عمري فاروق، بيكون موجود عدد من أعضاء مجلس الإدارة. الحقيقة أنه هو أن احنا متوقعين حضورهم كمان خلال يعني الدقائق القليلة المقبلة، وطبعا بيكون حاضر دايما في كل هذه المباريات في المقصورة طبعا خاصة بصالة الأمير عبدالله الفيصل. أكيد طبعا يعني كابتن خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضي بالنادي الأهلي هيكونوا أكيد متواجدين خلال الدقائق القليلة المقبلة. مريم سميح زميلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه تغطيه وافيه يعني جبت لنا كل اللي احنا كنا عايزين نعرفه من ارض الملعب. بشكرك يا مريم واكيد هنرجع لك تاني عقب اللقاء وان شاء الله نكون كسبانين، ولقاءاتك المعتاده مع اللاعبين والجهاز الفني، وان شاء الله نحتفل بعد الماتش بالفوز في اللقاء ال 19 الديربي ما بين الاهلي والزمالك في كل الالعاب. كابتن طاهر اجل حضرتك يمكن كنت سؤالي قبل ما نروح طبعا لمريم، الا وهو لو حضرتك مكان كابتن احمد مرعي اكيد النهارده عندك غيابات خلاص تاكدت، مهاب ياسر مش موجود، عبد الرحمن سعد مش موجود، مصطفى كيجو مش موجود، اوجي المحترف الامريكي ايضا مش موجود، فالنهارده هتفكر ازاي؟ هتلعب ايه؟ هل هتلعب ضاغط من اول ملعب؟ هل هتلعب زون؟ هتلعب هتفكر ازاي؟ بصرف النظر كمان ان كابتن مرعي ما يميزه هو الديفنس والديفنس البريس بالذات، انما هو عشان الغيابات دي هيضطر عشان يواجه لعيبه الاهلي السكوررز الموجودين، يعني مثلا واحد زي عمرو الجندي في ماتش الاخراني. معلش دي صوره هنا كابتن احمد الجرحي عايز اعلق عليها، كابتن احمد الجرحي المدرب العام في الفريق، وسمير جوده طبعا المدرب العام في نادي الزمالك، وكابتن ياسر عبد الوهاب ايضا المدرب العام في نادي الزمالك، ولقاء يعني او كلام اخوي كده في نص الملعب. أنا بس عايز أقول حاجة، يمكن كابتن سمير جودة مدرب فريق نادي الزمالك لعب في النادي الأهلي موسمين على ما أعتقد، كابتن ياسر عبد الوهاب يعني برضه كان من لعيبة نادي الزمالك، وكابتن أحمد الجارحي طبعا غني عن التعريف، فيعني كلام يا كابتن أصدقاء جدا طبعًا. يعني بتبقى الدنيا يعني التنافس في الملعب ما يمنعش أبدا أبدا الود طبعا. اتفضل يا كابتن. فعلى هذا الأساس إن أنا أعتقد إن هيضطر ان هو يلعب ضاغط، لان واحد زي عمرو الجندي لو سبته هيحط 40 نقطه، جاب 42 نقطة في جنوب السودان، اكبر لاعب حط سكور في ماتشات افريقيا التصفيات كاس العالم، ده واحد من الباقي يعني في عندنا سكوررز تانيين، هضطر ان انت تلعب ديفنس. انا اعتقد ان هو مان تو مان بريس ده اللي هيبقى الدفاع الرئيسي. نعم. وما يمنعش طبعا التغيير في معظم المدربين الكواليفايد بيلجأوا للديفنس، ممكن كل هجمه نعم. او كل هجمه عليهم بيلجأ الديفنس متغير يعني اللعب سريع وممكن بالظبط عشان تبرجل اي فرقه، يعني حضرتك شايف انه ممكن يعتمد على انواع مختلفه من الدفاع كنوع من انواع البرجال، بس الرئيسي اساسا هيلعب ضاغط، هيلعب ضاغط، هيلعب ضاغط لانه عنده الغيابات، وبعدين عنده كميه كبيره من برضك في ناشئين، خمس لعيبه من الناشئين دول هيساعدوه. هنا كابتن دي صوره ايه مستر اجوستي بوش قاعد مع هاب امين، فلسفه مرعي هي فلسفته، بيتكلموا مع بعض يعني هاب هو فعلا تاكد غيابه هو يعني قاعد مرعي فلسفته زي ما كابتن طه قال، اجوستي برضك فلسفته الديفنس. اي مدرب ناجح وحقق نتائج بيبقى نمرة واحد عنده الديفنس. بس انا عاجبني بصراحة مستر اجوستي في حاجة، يعني الراجل مهما كان عنده غيابات بيعرف يأقلم نفسه وبيعرف يأدبت الفرقة ويستعين بخبرات وبيبقى عامل حساب اليوم ده ما عندوش أزمة، لعيب راح لعيب جه هو محافظ على كيان محافظ على كابتن. انت لو بصيت في انا بعتبر كمان عمرو علاء زهران ده ناشئ يعني عندك بقاله سنتين بس يعني دلوقتي انا كنا بنتكلم ان اذا توصل الناشئين 40% لا هي وصلت 50 بعمر زهران 50% بعمر زهران، علي وحيد
وعمر عماد ومؤمن طارق خيري من 20 ومحمد خيري وكريم حاتم من 18 وحط مع عمرو زهران بقاله سنتين تاني سنه زهران هو تاني اللي لعبه هو اللي اداله الفرصه تاني موسم بس لا خلينا نقول يعني عمرو زهران شارك مع كابتن اشرف توفيق يعني انا فاكر انه شارك ولكن لما لعب يعني كان بدايه مشاركته مع كابتن اشرف بس خد وقت اكتر يمكن لما جه مستر اجوستو ده كان وضع طبيعي لانه ايه لانه عليه كان كبر وصل ماتشات من السنه اللي فاتت كان فايف ستاندنج كان لا ام في بي صحيح يعني موست فاليبل بلاير كان في ماتشات لا كتيره هو لعيب مؤثر جدا جدا الحقيقه والجميل كمان يا كابتن الفرقه فيها حاله من الاستقرار لانه تم التجديد لنجوم الفريق ودي برضو حاجه يا كابتن لازم نشير ليها كابتن خالد العوضي يعني نجح ان هو يتعاقد او يجدد تعاقد مع ابو النصر تعاقد مع سيف تعاقد مع عمرو زهران ده بيدي في وسط الموسم ودي سياسه 100% صح يعني كان زمان النادي الاهلي لو تفتكر يا كابتن السلعاوي كان بيستنى لغايه شهر 5 او 6 ودي كانت سياسه النادي الاهلي وكانت تحترم واحنا كنا عارفين ده واحنا لعيبه ان النادي مش هيتكلم معاك الا لما عقدك ينتهي فكنا بننتظر فالنادي الاهلي بعد ما جه كابتن خالد العوضي عمل تعديل في هذه السياسه وخلى التفاوض بيبقى مع نصف الموسم زي ما احنا شايفين في يناير فلقينا ثلاث تعاقدات ورا بعض سيف سمير عندك ابو النصر وعندك عمرو زهران ومواسم اربع مواسم فهنا ده بيدي استقرار للاعب يا كابتن طه وحضرتك طبعا سيد النادي الاهلي نادي الاداره يعني انا بتكلم انا عشت في النادي الاهلي 50 سنه يعني السنه دي بنديك الصحه يا كابتن بنديك الصحه يا كابتن هو مدرسه الاداره هي سر تفوق النادي الاهلي بشكل كبير ده طبعا كل الحاجات اللي بتبقى تستجد في 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 المشاكل اللي تعالج في الاداره والحاجات دي يمكن تعكس على طول في الملعب وخليني برضو اجي الكابتن سلعاوي يمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بالرغم من اهتمامه هو راجل يعني هنا بنتكلم عن اسطوره كبيره في كره القدم اداريا ولاعب وكل شيء يعني هو كره القدم النهارده حتى الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي بيحتفلوا بكابتن محمود الخطيب كراجل يعني اسطوره كبيره طبعا فالنهارده لما يطلع في يعني كابتن ويظهر في كابتن محمود الخطيب في حفلات توقيع الرعايه الخمس حفلات توقيع او مراسم التوقيع ويشير في اول خطابه او كلمته الى الالعاب الاخرى ويقول انا كابتن محمود الخطيب قال انا عندي 19 لعبه اشبال وكبار وصغارين ولازم احافظ عليهم ولازم احافظ على مستواهم ولازم اوفر لهم كل الدعم ولازم كمان اقدم للمنتخب 50% النهارده 50% من قوام اي منتخب وانت يعني مغمض عينك النادي الاهلي فالنهارده كابتن محمود الخطيب وهو على راس المنظومه لما تلاقي هذا الاهتمام بالالعاب الاخرى لا موضوع بيبقى مختلف خالص يا كابتن موضوع مختلف وموضوع مش موجود في اي نادي اهتمام رئيس النادي طبعا رئيس النادي رمز من رموز الرياضه في مصر نعم والخبره يعني خبرته خدها من توليه أكتر من منصب في الإدارة لغاية لما توصل لرئيس النادي فأعتقد أن مجلس الإدارة وكابتن محمود ماشيين بسياسة تجاه جميع الألعاب مش بس كرة قدم لا كل الألعاب صراحة واخد حقها تغير النظام بالنسبة للنشاط الرياضي وفي احتفالات كبيرة زي دي كابتن محمود الخطيب يعني يحمل هم الألعاب الأخرى من توفير الموارد والمعسكرات والتعاقدات الحقيقه الالعاب الاخرى بامانه يعني ولم يمخل كلمه يعني عايشه اللي عصر بامانه في يعني في وجود مجلس الكابتن محمود الخطيب بامانه عصر يعني الواحد كان يتمنى الحقيقه وهو بيلعب كمان كان الاهتمام ده حقيقه يعني بامانه ملموس والنتائج باينه النهارده انت ما تلعب نادي الزمالك ديربي القاهره والديربي طبعا في كل الالعاب لما نلعب 18 لقاء 14 فوز للنادي الاهلي واربعه للزمالك هنا بيبان قد ايه انت متفوق بس خلينا يا كابتن استاذن حضرتك انا جالي من ارض الملعب تشكيل نادي الزمالك بالظبط تشكيل نادي الزمالك والجهاز الفني استاذن حضراتكم قبل ما نروح لارض الملعب محتاج اقوله يمكن لعيبه نادي الزمالك احمد محمد انور عزب عصام محمد فاروق عمر هشام حسين محمود ادهم عصام عبد الحميد اسلام سالم احمد ياسر زياد ايمن علي مصطفى محمد حجازي فهمي حسن السيد وخالد عبد الناصر وحازم اشرف سيد وليد احمد عبد الجواد تاني هعيد لحضراتكم تشكيل نادي الزمالك احمد محمد انور عزب ده صانع الالعاب عصام محمد فاروق عمر هشام حسين محمود وادهم عصام عبد الحميد ابن طبعا كابتن عصام عبد الحميد المدير الفني الكبير واسلام سالم واحمد ياسر عبد الوهاب طبعا نجل الكابتن ياسر عبد الوهاب المدرب العام وزياد ايمن وعلي مصطفى حجازي وفهمي حسن السيد وخالد عبد الناصر
طبعا لاعب منتخب مصر ايضا، وحازم اشرف سيد، ووليد عبد الجواد صانع الالعاب اللي انضم هذا الموسم من نادي الجزيره. طيب الجهاز الفني والاداري استعرضه مع حضراتكم. الكابتن احمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز كره السله، كابتن احمد مرعي المدير الفني، كابتن ياسر عبد الوهاب مدرب عام، كابتن سمير جوده مساعد مدرب، كابتن مصطفى محسن مدير اداري، الدكتور محمد سعيد زكي مخطط احمال، الدكتور اسلام محمد علاج طبيعي، الكابتن مصطفى محمود احصائي، وكمان كابتن محمد مسعد مدلك، والكابتن رامي طاهر عبد العزيز اداري، وكابتن اياد مصطفى محمد محلل اداء، ومحمود جمال طبعا مهمات. ده جهاز او تشكيل نادي الزمالك، وده طبعا لازم نقول طبعا اكيد تشكيل نادي الزمالك وجهازه الفني، وده اللي احنا قلناه. النهارده الحكام اللي هيقودوا اللقاء هقولهم لحضراتكم حالا. الملعب كابتن ياسر جمال، ده هيبقى حكم اول، كابتن محمد المنشاوي وكابتن محمد سعيد زايد، الثلاثه الحقيقه حكام لهم تاريخ كبير. تاني ياسر جمال، كابتن ياسر جمال، كابتن محمد المنشاوي، كابتن محمد سعيد، الثلاث حكام الحقيقه ليهم تاريخ كبير في التحكيم سواء المحلي او الدولي. الطاوله بلال وائل وعبد الله العشري، طبعا كباتن بلال وائل وعبد الله العشري ومحمد رفاعي وسمر كامل. طيب بس دول سواء حكام الملعب او الطاوله. مراقب كابتن احمد الفلكي، مراقب المباراة الكابتن أحمد الفلكي. طبعا دي كل المعلومات من أرض الملعب. أشكركم يا جماعة. ده كده إحنا قلنا قائمة نادي الزمالك وأيضا الجهاز الفني، وقلنا كمان حكام النهاردة. يعني كابتن سلاوي شايف حضرتك عايز تعلق على لا، عايز أعلق على الموضوع بس بتاع يعني كابتن محمود والمجلس الإدارة المحترم. أعتقد أن فكرة انتقاء المواهب في ألعاب الصالات باسكت وفولي وهاندبول، اعتقد كانت فكره جيده جدا. نعم. وغير متوفره في انديه، وكانت فكره رائعه من مجلس الاداره. استطاعت ان توفر في كل الالعاب، في كل الالعاب صحيح. فاستطاعوا يعني السنه دي الحمد لله العاب الصالات صحيح. العاب الصالات في الثلاث العاب، فدي فكره برضو من كان النادي الاهلي سباق بيها، وليها انعكاسات النهارده. عندنا ناشئين في كل القطاعات مرتبط النهارده، اليد فاز والكلام ده شغل من اربع خمس سنين يا كابتن سلاوي. فالحمد لله يعني ان النادي الاهلي سباق، خامات كبيره في هذه، والحمد لله معظم الناس اللي موجوده في اللجنه من يعني من قامات النادي طبعًا او طبعًا من طبعا كابتن سلعاوي. يعني يكفي ان حضرتك وكابتن طاهر وفي الهاند بول وفي الطايره قامات كبيره الحقيقه، وكان ليها دور كبير. وكمان لازم نشيد كمان بدور معالي الوزير عامر فاروق الحقيقه، اللي موجود في كل صغيره وكبيره الحقيقه، موجود في كل في الملعب. يعني ما فيش مباراه حتى لو ناشئين الا ما بيكون موجود فيها. ووتر بولو، سباحه، سله، طايره، يد. الحقيقه برضو ده دعم كبير من مجلس الاداره الالعاب الاخرى واهتمام كبير. وخلينا اقول برضو برضو دعم برضو كابتن خالد العودي كرئيس للجنه دي يعني طبعا، وقبليه كابتن رؤوف يعني طبعًا. بصراحه استكمال بك يعني بيسلموا بعضه بطريقه شيء. خلينا اقول حاجه يا كابتن، النهارده النادي الاهلي لما وقف على رجله في كره السله بشكل كبير طلعنا كاس عالم في الباسكت. النهارده في خمس ست لاعبين من قوامه المنتخب من لعيبه النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي لما خد خمس بطولات السنه اللي فاتت، انا واحد من الناس قلت انه لا احنا ان شاء الله نوصل كاس عالم. ليه؟ لان النادي الاهلي لما بيعمل فرقه والفرقه بتنافس وبيوفر لها استقرار ودعم فني ودعم كل شيء، النهارده نجحنا في كاس العالم. انا عايز اقول كلمه كمان، يعني انت عارف كريم حاتم ده تحت 18 سنه تاخد في معسكر المنتخب، اتاخد معسكر المنتخب الاول ايوه، روي رانا اخده نمره 13 كان رقم 13، يعني كان قاب قوسين او ادنى انه يخش جوه التشكيل، وده الحقيقه انجاز كبير جدا جدا. يعني النهارده خلي بال حضرتك يا كابتن وحضرتك استاذنا، مركز صانع اللعب ده ما فيش لعيب صغير بيروح، لازم بيستوي شويه، لانه عايز مواصفات كاركتر شخصيه وفنيه طبعا. وفي البلاي ميكر بالذات بيتولد بحاجات هو يعني فيها، زي الذكاء، زي السايد فيجن، زي الحاجات دي القيادة. كلها الحاجات دي ما بتعلمهاش. هذا ليدر وبتاع، ده حاجات يعني بتبقى الى حد ما نادره. خلي بالك كابتن، انت حضرتك قعدت طبعا يعني سنين طويله رئيس قطاع الناشئين، وكل اللعيبه اولاد النادي الاهلي اللي موجودين في الملعب دول ولادك،
وحضرتك طلعتهم يعني انا فاكر كويس قوي حضرتك كنت رئيس قطاع الناشئين وكنت بتقعد في الملعب بالعشر ساعات. واللعيبه دي كلها بدايه من عمرو بيجو زهران الولاد بتوعنا اللي في الجامعات بره كل دول يعني كان ليك بصمه كبيره يا كابتن طاهر حق وحضرتك وكابتن سيد صابر وكل وحتى مستر داني كل النجوم بالظبط كلهم وحتى كان المديرين الفنيين قبل مستر اوجستي ساعدونا برضك في التفريخ لعدد كبير من الناشئين بشكل والاداره كمان طبعا الاداره كانت بتدعمنا دعم غير عادي في قطاع الناشئين والناشئات بكل السبل يعني ما كانش تركيزهم مثلا في الفريق الاول بس لا 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 اطلاقا نعم. كانوا بيهتموا جدا جدا بالناشئين كابتن هيثم انا شايف ان اللي حضرتك قلته على نادي الزمالك ان القوام الاساسي بيمثل اكتر من 70 80% موجودين بس برضه يا كابتن نادي الزمالك النهارده انا شايف المباراه مش سهله يعني الناس رايحه ان في غيابات احنا عندنا غيابات سته يعتبر غيابات يعني يعتبر قول خمس غيابات اكيد يعني برضه انت مش الفول باور بتاعك ونادي الزمالك قليل بس انا شايف لا الماتش النهارده مش سهل صعب طبعا يعني مش هيبقى وان سايد جيم مش هيبقى 30 40 بونت يعني او 27 بونت زي الماتش اللي كان هناك بس النهارده انت عندك برضو من خبرات كابتن سلعاوي اللي تقدر تحسم المباراه يعني عندك كولتر هودج في الملعب عندك عمر عزب الحقيقه يعني لاعب يعني بامانه انا شايفه من احسن اللعيبه النهارده في مصر اللي بتلعب واحد واثنين عمر عزب راجل يعني حجمه يعني مش قصير فوق ال 190 فالنهارده عندك خبرات مش بس سيف سمير النهارده عندك جندي عندك عمرو زهران عمرو زهران تاني سنه ليه خلاص يعني اكتسب خبرات لا والولد مؤمن طارق ومحمد طارق وسبحان يعني في في خبرات لا قصدي اقول لك خبراتك النهارده اعلى من خبرات نادي الزمالك والزمالك برضه عنده مثلا احمد عزب لعيب كويس قوي يعني اخو عمر عزب وعمر هشام كويس لعيب منتخب وليد عبد الوهاب لعيب منتخب نعم يعني برضه لا عندهم خالد عبد الناصر الناس اللي او الاصوات اللي بتقول ان المباراه النهارده سهله لا مش سهله خالص لا 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 المباراه النهارده هيبقى فيها جيم الباسكت واعتقد ان مرعي هيبقى من الذكاء ان هو لازم يضغط ولازم يلعب زي شورت جيم بالنسبه مع النادي الاهلي نعم يعني يفضل محتفظ بالكوره اكبر وقت وفي فاست بريك بيجري على الفاست بريك وسلام سالم سريعا كده لان خلاص انا شايف الفريقين خرجوا لارض الملعب وهنروح لارض الملعب للتلاحظات توقعاتك للماتش يا كابتن توقعاتي الماتش في بدايته هيبقى يعني مش سهل مقفول. بس يعني هيبقى مقفول شويه بالنسبه لان الاثنين مدربين على مستوى عالي جدا فقاريين بعض كويس جدا ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب في الاخر باذن الله وهنكسب مكسب مرتاح ان شاء الله كابتن طاهر ان شاء الله الاهلي في الاول هيبقى كلوز جيم زي ما قال كابتن سلعاوي هيبقى الماتش مقفل شويه اعتقد ان هو الكوارتر الاولاني هيبقى لسه جس نبض انما بعد كده هو الاهلي هيكسب مينيمم 10 بونت ده راي حضرتك وانا الحقيقه مع راي حضرتك بامانه لان هو ممكن يبقى فيه في الاول بس عندنا الخبرات دي وتعودنا مستر اجوستي بوتش في الماتشات اللي هي بتبقى مش على بطوله بيلعب 12 لعيب في الاول والثاني فده بيبقى ناتج عنه بعض الاهتزاز في المستوى شويه عشان التغييرات سريعه في التالت والرابع بالذات التالت بيثبت تشكيل عشان يفرق تالي ده فكره مستر اجوستي طيب احنا جاهزين كده يا جماعه نروح لارض الملعب طيب خلينا نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره نقل احداث القمه قمه كره السله الاهلي والزمالك في الجوله ال 12 في دوري السوبر موسم 22 23 ومعلقنا الكابتن احمد مناع فالى هناك.